جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. في سؤال ثالث تقول: كنت قبل شهر رمضان أصوم الاثنين والخميس ولا يفوتني منها شيء والحمد لله إلا إذا تركتها لعذر شرعي، فهل صيامي قبل رمضان بيوم وهو يوم الخميس جائز أم لا؟ إذا كان من عادتك صيام يوم الخميس وصادف أنه قبل رمضان بيوم فلا بأس، لأن المنهي عنه هو صوم يوم الشهر، وأنت لم تصومي على أنه رمضان وإنما صمتي على عادتك صيام الخميس فلا بأس بذلك.